الظلام هو الليل الحالك أو الشديد، عندما يصل الليل إلى منتصفه وما بعد ذلك ويشتد يأتي الظلام المخيف الذي لا أعتقد أن أحدا يحبه، حيث أنه يخفي في طيته العجيب والمخيف من المخلوقات والوحوش الغريبة. اليوم نتعرف على بعض من الفيديوهات المرعبة التي التقطها الناس في جنح الظلام، لنترك لكم مجددا حرية الحكم عليها. في هذا المقطع الذي أنتم على وشك مشاهدته والذي تم تصويره في منطقة ما بالولايات المتحدة، يظهر شخصا هو وصديقه يقومان بملاعبة بعض الأرانب، لكنهما يلاحظان شيئا ما في باحة منزله، فيقرر أحدهما التحقق منه. ما صادفه كان مرعبا للغاية. إليكم الفيديو. There's something there. Crouching in. Yeah, could you get the light? Yeah. What? Yeah, there's something back there. Where did it go? Did you see where it went? Where? I don't know. I thought it ran down the alley. Did you see which way? أما في هذا الفيديو فيظهر مجموعة من الشباب بجانب أحد محطات الوقود، فإذا بهم يلاحظون جسما غريبا يمشي وسط الظلام مما يثير رعبهم. أثر هذا الفيديو جدلا واسعا على العموم. إليكم الفيديو لتحكموا بأنفسكم. في المقطع التالي يظهر شاب يقوم بالتقاط فيديو في إحدى الحدائق العامة، فجأة تلتقط كاميرته شيئا مريبا للغاية يتحرك وسط الظلام. العديد يرجح أنه شبح ما، لكن لا أحد يعرف ما إذا كان كذلك أم لا. كفانا حديثا، إليكم الفيديو. في هذا الفيديو التالي والذي تم تصويره من طرف دراج كان في طريق عودته في أحد الطرقات المظلمة، فإذا به يصادف شخصا غريبا بملامح مرعبة في مكانين مختلفين بجانب الطريق. لا أحد يعرف هوية ما شاهده ذلك اليوم، لكن يبقى هذا الفيديو غريبا جدا. إليكم الفيديو لتحكموا بأنفسكم. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل علينا باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في قناتنا قناة ملفات غامضة لتصلك فيديوهاتنا اليومية والرائعة.